وجرى رئيس مجلس الوزراء الشريف إسماعيل بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية والبورصات السلعية بمختلف المحافظات. وخلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين بحضور عدد من الوزراء، وجه إسماعيل بإعادة ترتيب بعض المشروعات وفقا لأولوياتها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها وزيادة التنسيق بين المحافظين والجهات المركزية للإسراع بتنفيذ تلك المشروعات. كما وجه رئيس الوزراء بتوفير اعتمادات قدرها 800 مليون جنيه لبعض مشروعات الإسكان في مختلف المحافظات.